بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم. بداية اسمحوا لي باسمي أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريك لأخي الغالي فارس الخواطرة. أتمنى له بمشيئة الله حياة مليئة بالرفاه والبنين والسعادة بمشيئة الله. واسمحوا لي أن أقول لكم أسعد الله مساءكم جميعا، وأن أقول لكم نحن في بلدة ضليل أسرة أردنية متحابة متماسكة مترابطة، ولاءنا وانتماءنا للأردن العظيم ولقيادتنا الهاشمية بقيادة سيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وحفظ ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله. نحن في بلدة ضليل، تماسكنا مع بعض وتلاحمنا وترابطنا سيبقى بمشيئة الله، وسنبقى محافظين على تراب الأردن العظيم وعلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي ننعم بها بأردن أبا الحسين. ونقول دائما وأبدا نحن ننبذ العنف وننبذ أي شيء يمس بأمننا واستقرارنا، وسنبقى بمشيئة الله كما علمنا المعلم والقائد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. فأهل ضليل كلهم أسرة متماسكة متحابة يعيشون في كنف أبا الحسين، ودائما مسيرتنا أن نحافظ على أمننا واستقرارنا، وأن نكون جنود لأبا الحسين، وأن نكون دائما وأبدا حسب ما يوجهنا وحسب ما هو يرغب وحسب ما هو يطمح بشعبه الأردني الوفي. نحن بمشيئة الله سنبقى كما كنا، ولاءنا للأردن ولاءنا للقيادة الهاشمية. نفرح وتكون كلنا أيام فرح وأيام سعادة بمشيئة الله تعالى على تراب هذا الوطن الكبير الوطن العظيم الأردن. شكرا مرة أخرى لجميع هذه الوجوه الطيبة التي شاركت في حفل أخي وحبيبي فارس الخواطرة، وهو من شباب ضليل الطيبين ومن شباب ضليل الرائعين، وليس بغريب عليه، وهو ابن العم رحمة الله عليه أبو يوسف الخواطر، وأشقائه الرائعين الطيبين أبو سلام الطيب وأشقائه. فمش غريب أن يكون في هذا الحضور الطيب وهذا الحضور الرائع من شباب الضليل الرائعين والطيبين في حفلة خطوبة هذا الشاب الرائع فارس الخواطر. مرة أخرى بدي أبارك له، وأنا بدي أحكي كرئيس لبلدية ضليل بمشيئة الله شكرا لكل الذين شاركوا في العرس الوطني العرس الديمقراطي في انتخابات البلدية واللامركزية، وأن نقول ما أفرزته الانتخابات هي إرادة شعب ضليل الطيب. ونقول لكل زملائنا الذين كان لهم البصمة الطيبة بالناخبين والمرشحين، فكلنا أهل وكلنا فريق واحد، نطمح ونسعى لخدمة ضليل وتطوير ضليل، فالقادم بمشيئة الله تعالى لضليل أجمل وأحلى بمشيئة الله، بالتعاون مع أخواني أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس المحافظة. إن شاء الله أنه نستطيع أن نعمل شيء في ضليل بمشيئة الله، وأن نقول لكل أهل ضليل أنتم أهلنا وأنتم عزوتنا ونحن منكم وإليكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا، كل الموجودين حياكم الله من كل الأصول وكل المنابر، حيوان عراعرة خواطر كل الموجودين بدون محارب وكل بلاوي وكل الموجودين، الفرقة كل اللي حاضرين. نشكر رئيس البلدية على هذا الكلام الطيب، واحنا عندنا العرس اليوم عرسين، عرس لأخونا فارس وعرسنا فوز رئيس البلدية اللي ضار
حضبة أجيزة وعرسة أجيزة ونجاح أبو علي في البلدية. كل الموجودين حياكم الله، أهلا وسهلا بالجميع.